الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الجهاد بالمال هذا عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقني في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم آيات متعددة يحض ويحث فيها المسلمين على أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي سمى من أنواع الجهاد أن هناك جهادا بالمال، فالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى يعد جهادا، وهذا بتسمية الله تبارك وتعالى له، وليس لأحد من أهل العلم أو من أي إنسان دخل في هذا الأمر. بل إنك قد تتعجب إن رأيت أن هناك كثيرا من آيات القرآن الكريم أكثر من 8 آيات تكررت في كتاب الله عز وجل تحض على الجهاد بالمال وتقدم جهاد المال على النفس، لأن هذا فيه دلالة على أن المال محبوب إلى النفس البشرية وهي فطرة فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها، حتى لا تلوم الإنسان أبدا إذا ما بخل أو إذا ما حاول أن يفكر 1000 مرة قبل أن يخرج ماله. هذه طبيعته البشرية، ولم يخرج عن هذه الطبيعة البشرية إلى الأمر الأعلى الذي أمره الله سبحانه وتعالى به إلا إذا استشعر الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذن حينما تنفق هذه
السلعة التي تريد بيعها وأنت تبيعها إلى رب العالمين وهو الملك سبحانه وتعالى. نظير أجر، هذا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى مقابل هذه السلعة من مال أو من نفس، إنما جعل الجزاء الجنة. مشكلتنا أيها الإخوة أننا نعتبر بالكلمات ولا نتخيل مقدار الحدث الذي أعده الله سبحانه وتعالى أو مقدار الجزاء. ربما نتكلم عن الجنة ليلا أو نهارا، ونتكلم عن النار ليلا أو نهارا، وربما تتأثر بعض النفوس، وربما تطمع بعض الأعين، لكن هذه الدمعات التي تسيل من أعين بعض الناس حتى مصمصة الشفاء ربما لا تكون دلالة واقعية أو حقيقية على أن هذا المؤمن قد تأثر فعليا، وإنما التأثر الفعلي بالعمل. التأثر الفعلي مش مجرد الكلام، مش مجرد دمع العين، مش مجرد تحرك القلب، وإنما العمل هو الذي يكون فيه دلالة صادقة على أنك استشعرت المراد من هذه الآية. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى بأن الجزاء الذي أعده من باع نفسه وباع ماله لله رب العالمين بأن له الجنة، هذا معناه أن الإنسان يوقن بهذا، مش مجرد الكلام عن الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد كلمات تلقى على الأذان ثم نضرب بها أرض الحائط. لا، الأمر لم يكن عند الصحابة على هذا النحو الذي أكلمكم به، بل إنهم كانوا يستشعرون بالكلام عن الجنة أو الكلام عن النار كأنها رأي عين. وهذا حديث حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تحدثنا عن الجنة وتحدثنا عن النار كأنها رأي عين. عارف يعني إيه كأنها رأي عين؟ يعني مش مجرد كلام إحنا بنسمعه منك، لا، أنت وأنت بتكلمنا عن النار كأن إحنا شايفين النار قدام عينينا فعلا، كأن الإنسان يتخيل نفسه أنه سيقع فيها اللي بيلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى. إنسان أحواله على هذا الوصف الذي وصفه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون عمله؟ كيف يكون حاله؟ إذا ما حدثنا عن الجنة كأن رأي عين، مش مجرد كلمات، مش مجرد كلام، مش مجرد تخيل. ربما يجول الإنسان بخاطره ويتخيل أنه يزرع ويرقى في أنهار الجنة، لا، الأمر أكبر، وصل إلى درجة الحقيقة الفعلية. وكان هذا هو الذي دافعه في العمل حينما يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا، مش كلام. والدليل على ذلك أن عمير بن حمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بمجرد أن سمع قوموا إلى جنة، جنة فما احنا بنسمع عنها في القرآن وبنسمع عنها في الأحاديث وبيتكلمكم عنها في الدروس وفي المجالس والمواعظ، إيش معنى لما سيدنا النبي قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ يوم سيدنا عمير بن حمان يقول دخن دخن ويلقي بالتمرات، مجرد إلقائه بالتمرات لأنه استشعر أن الفترة التي سينقذها حتى يدخله الله تبارك وتعالى الجنة بالجهاد في سبيل الله فترة طويلة، بمجرد أنه يقوم ويقاتل في سبيل الله فيرزق بالشهادة يدخل الجنة التي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، ويقول بأن عرضها السماوات والأرض استشعر كأنه فيها فعليا، ويقوم ولا يصمت حتى يأكل هذه التمرات التي لا تستبقى ثواني معدودة في أكلها ويلقيها ثم يقوم. هذا هو العمل الحقيقي وهذا هو الاستشعار الحقيقي لكلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعل صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يقف حينما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون يخرجون وراءه فإذا به يقف أمامهم ويقول: تعلمون أني أرماكم، أي أنا أحسنكم رميا بالنبل والسهام وأنتم تعرفون ذلك، فوالله ما لحق بي واحد منكم إلا أخرجت كل سهم في كنانتي ثم رميته منكم، يعني كل سهم أنا أحمله في جعبتي أو في كنانتي خلف ظهري أخرجت واحدا تلو الآخر وضربت به كل واحد منكم يريد أن يلحق بي، حتى إذا ما نفذت السهام أخرجت سيفي فقاتلت به حتى قطع، حتى ولو كسر قاتلت بما بقي منه إلا إذا كنتم تريدون شيئا آخر. هو يحذرهم ويرهبهم من حاله، رجل رامي وهو من أحسن الناس راميا في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول: أنا لن آل جهدا أبدا أن أقاتلكم بسهامي وأقاتلكم بسيفي حتى تتركوني ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن كنتم تريدون غير ذلك. عايزين حاجة من كده؟ تريدون المال؟ انظر إلى حب
ايضا دللتكم عليه. اذهبوا الى المكان كذا واوصفه كذا تخرجون المال كله، خذوه. وهو لا يبالي بمجرد انه يريد ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفق كل المال في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يبالي. قلت لك الفارق بيننا وبين الصحابه فارق شاسع للاسف. ولذلك حينما تقرا في سيره النبي وتلحق انه ملك العالم كله او اغلبه في غضون 10 سنوات التي لا توازي في عمر الزمن او في عمر الامه شيئا، تعلم لماذا وصلوا الى هذا الحد. بمجرد انهم هاجروا من مكه الى المدينه وتبدا البيعه للنبي صلى الله عليه وسلم وايات الجهاد تتنزل عليهم ويجاهدوا ولا يتقاعسوا في اي سنه من سنين التي عاشوا فيها مع النبي حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل كذلك كله على انهم كانوا يحبون الجنه بالصدق، مش مجرد كلمات، مش مجرد موائع تلقى عليهم، لا، الامر عندهم امر حقيقي. ونحن نسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ولا نتاثر، وربما نلقي عبر هذا الباب بمجرد الخروج من هذا المسجد او في اي مكان هذه بضاعتكم ردت اليكم ولا نريد منها شيئا، وكانها بضاعه مزجاه لا يحتاجون اليها. لكن سلعة الله غالية، سلعة الله جنة، والتفاعل مع الآيات أو مع الأحاديث أمر ليس بيسير، بل ينبغي أن يقوم الإنسان بالسعي إلى هذا وأن يحرك قلبه إلى هذه الآيات. الفرق شاسع أيها الأخوة بين حال الصحابة وبين حالنا. حالهم أنهم كانوا يعظمون كلام الله عز وجل، بمجرد أن يسمع الواحد منهم آية أو حديث يقوم فيسرع، بمجرد أن يقول له النبي أنفقوا في جيش العسرة في غزوة تبوك أو في غيرها أي نفقة يدعوهم النبي إليها يسارعون. بمجرد أنهم يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي مسارعة تراهم يسرعون، تراهم ينفذون. التنفيذ عمل، الأمر مش قائم على مجرد الاستماع إلى كلام الله تبارك وتعالى ثم يتدارسونه فيما بينهم، لا، الأمر قائم على سرعة التنفيذ وسرعة الاستجابة. وهو ده الفارق، التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أنا لو سألت كل واحد من الحاضرين للأسف وأجب على نفسك لا تجب علي والله يعلم بصدق سريرتي، أيهما أعظم عندك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره أم ولده؟ للأسف الإجابة ربما تكون العملية حتى وإن كان باللسان يقول نعم بل رب العالمين، هذا كلام باللسان، لكن الواقع العملي يؤكد على خلاف هذا، ولده أغلى عنده من رب العالمين. وأنا أخذت أتجول بالأمثلة العملية رأيتها عملية. أنت والد، عندك ولد، أيا كان هذا الولد ذكرا كان أو أنثى، خاصة وهو صغير السن حتى وإن كان كبيرا، لو مرض في منتصف الليل في وقت السحر وأنت عائد من عملك متعب مجهد لا تقوى على فعل أي شيء، حتى لو أن زوجتك قالت لك تسامح معي تكلم معي ولو بدقائق ما استطعت، لشدة الجهد الذي تبذله في حياتك وفي عملك أنت لا تقوى على هذا، تحتاج إلى أن تحتضن الفراش، تحتاج إلى النوم، ومع ذلك مجرد أن تضع خدك على فراشك وعلى وسادتك وتسمع أن ولدك يصرخ أو أن درجة الحرارة ارتفعت في منتصف الليل تقوم مسرعا مفزعا تترك كل شيء، حتى مجرد أنك تنزل إلى الشارع بثياب النوم لا تفكر حتى أن تغير من ثيابك، تبحث عن صيدلية، تبحث عن مكان تحضر دواء لولدك، لا تفكر في أي شيء، أمر جبلي، أمر فطري. ضع مقابل هذا أن الأذان يؤذن لصلاة الفجر، هل أنت تقوم؟ يؤذن لصلاة العصر، هل تقوم بنفس القومة التي قمتها لولدك المريض؟ هل تقوم؟ وانظر الواقع العمل يؤكد على خلاف هذا يدل على عدم تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع الأذان وهب، ودي سنة، سنة مفتقدة للأسف ضائعة، وهب يعني يقفز من على الأرض، يقفز من على الفراش، يقوم مسرعا للنداء مستجيبا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. إيه معنى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي تقول كان يسامرنا ونسامره ويشاغلنا ونشاغله ويشاركنا ونشاركه في أعمال البيت في كل شؤون الحياة، لكن بمجرد أن يسمع نداء الله سبحانه وتعالى لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه يجهل هؤلاء وليسوا من أهله أو من عشيرته، هو ده التعظيم الحقيقي لرب العالمين. لكن حينما يقوم الواحد منا
إذا كان الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإنسان ممكن يفكر أنا ليه بتقاعس عن صلاة العصر، بتقاعس عن صلاة الفجر، ليه بتقاعس لما الأمر يأتيني من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق وببيع النفس وبدل المهج أنا لا أفعل. كل ذلك يدل على أن هذا القلب إنما نقص منه الإيمان، وأنت تحتاج إلى زيادة الإيمان فيه مرة أخرى. يا إخواني لو أننا نعظم أمر الله سبحانه وتعالى ما رأيت حال المسلمين على هذا النحو. إيه الفائدة التي تعود علينا إن سجن البلطجي أو اعتقل أو ضربت قضيته لأمن دولة؟ ليست هناك فائدة. الفائدة الأعظم أن يقتل أو أن تقطع يده أو تجنه معه من خلاف، أن ينفذ فيه حد الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة العظيمة. إنهم يستريحون في السجون، يتاجرون في السجون، يدخل رفيعا يخرج سمينا بعد 15 عاما أو 10 أعوام. لا يتعلم الأدب ولا يتعلم التهذيب مع اقتناعي الاقتناع الكامل أن تقييد الحرية أمر فيه تعذيب، لكن ليس بالتعذيب الكافي، لكن أوامر الله سبحانه وتعالى هي وحدها الكافية لإصلاح هذا المجتمع. بدلا من أن ننفق على السجون، أنا عايزك لما تركب من هنا الإسكندرية تشوف الأرض التي منحت لوزارة الداخلية لإقامة سجن طورة أو سجن كذا أو كذا أو كذا، أراضي متعددة. فضلا على الإنفاقات التي تنفق عليه، إنفاقات على الحرس، إنفاقات على الضباط، إنفاقات على المباني، إنفاقات على إطعام المساجين. طب احنا بغينا عن كل ده يعاقب بحد الله سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى كل هذه النفقات ونوفرها للمسلمين، ولن ترى بلطجيا أو قليل الأدب في هذا المجتمع. أنا أريدك أن تراجع الحدود التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. كم حد؟ 1000 حد، 100 حد، ما تجاوزت عدد أصابع اليد الواحدة إن كان حد الزنا أو حد السرقة. ليه؟ لأن المجتمع الذي يقام فيه شرع الله سبحانه وتعالى لا ترى مثل هذه الآفات التي توجد في المجتمع. لكننا نضرب بكلام الله عرض الحائط ونبحث عن البدائل، نبحث عن البدائل، لأن احنا مجتمع مدني متطور، ولأن احنا خايفين من رأي العام ونظرة الناس لينا. والمجتمع الدولي اللي احنا عايشين فيه النهارده هيقول لنا انتوا عالم ايه؟ قتالين سفاكين للدماء، اكلت لحوم البشر، ما عندكوش رحمه؟ ننظر ونضع في الاعتبار نظر الناس لنا، ولا ننظر ابدا الى اقتناع الله تبارك وتعالى علينا. هذا هو الفارق ايها الاخوه، اننا لا نعظم امر الله سبحانه وتعالى ولا نراقب شرع الله عز وجل. مثال المشاكل في هذه المسائل متعدده، وده مجرد مثال على لا سبيل الحصر. لا أستطيع أن أحصر الأمثلة أو الأمور التي نعاني منها، لكن الأمور متعددة. الحديث في هذا اليوم، وإن جعلت ذلك الأمر مقدمة للكلام عنه، موضوع الجهاد بالمال أمر مش يسير. أعلم يقينا أن الكلام عن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى مش كل نفس بتحبه، وده طبيعي. قلت لك أن طبيعة النفس البشرية جبلت على حب المال، وعلشان تخرج جنيه يقول لك أنا تعبان وشقيان، يعني أخرج جنيه واللي عايزه البيت يحرم على الجامع، والأمثلة اللي أنتم مخترعينها دي. والطبيعة البشرية أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذا الأمر لما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، مش الجنيهات والألوف والملايين، قناطير مقنطرة من الذهب. يعني الموضوع مش قائم على مليون ولا 2 مليون. ويؤكد على ذلك تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية: لو أن لابن آدم واديان من ذهب، واديان من ذهب، مش عنده 200 جرام ولا 1000 جرام ولا 3 كيلو ولا 4 طن. أنا عايزك تفهم كلام سيدنا النبي وكلام القرآن. لتمنى أو لابتغى أن يكون له غيرهما، أي بمعنى تمنى أن يكون عنده الثاني، ولو عنده ثلاثة يتمنى يكون أربعة. هذه طبيعة الإنسان، والقرآن هو الذي أكد على هذا الأمر. قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. حاسس كده بالجملة دي والتشديد اللي فيها جما، يعني الموضوع شديد وكبير، يعني أنت بتحب الفلوس حب غير عادي. حتى لو انت سألت الناس انت نفسك اغلى ولا الفلوس اغلى، يقول لك نفسي مش الفلوس طبعا، رغم ان الواقع العملي مش كده. تلاقيه شغال سواق العربية ممكن يشتغل 17 ساعة وعينيه كل شوية تقع وتخف، رغم ان ده يعرضه للخطر ولقتل نفسه. فهذا فيه دلالة واقعية على ان المال اغلى عنده من النفس. تلاقيه ممكن يخاطر ويعمل افعال تؤدي الى سمعته في الحضيض، المرأة التي تتاجر بعرضها، ايه اللي خلاها تعمل كده؟ وده إيذاء للنفس، يحتقرها المجتمع سعيا وراء المال، وده غير محال
من اول رمضان وانتوا عمالين تخترعوا عنه تقولوا لنا الصومال عايزه نروح وديتهم دلوقتي بربع مليون من المسجد ده لوحده وده من فضل الله سبحانه وتعالى. كل شويه ياكلوا لنا وكل شويه يطلعوا لنا حاجه جديده. في رمضان كانوا يقول لك افطار صائم وطعام مساكين وصدقه الفطر على دخول العيد. خلصنا قلنا هنخلص منكم اخترعتوا لنا شنطه مدارس وطالب علم مش عارف فقير. انتوا مش فقير بقى ولا ايه؟ الواحد مش هيجي يصلي هنا تاني. كل بقى ما يجي يصلي هنا يقعد عشان يصلي صلاه الجمعه تضرب حرف في دمه وتقول يا رب حبيبنا من غير ما نليه تخترعوا لنا الكلام ده يا اخواني. برضه الكلام ده كلام وجيه. طبيعه النفس كده. والا ما كانش قارون الذي اتاه الله سبحانه وتعالى مالا لا تستطيع انت ان تصفه او ان ترده. لان الايه اللي اتكلمت عن قارون ما قالت عنده ملايين او تريليونات وانما قالت ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه والقوه. اذا كان مجرد المفاتيح بس ما حدش يقدر يشيلها يبقى هو عنده كم مليار كم تريليون ما تعرفش. ومع ذلك بخل بخل ان يخرج صدقه امر بها من قبل النبي الله موسى والله ولم الامر بخل. طبيعه النفس كده. تعالت من الايات العجيبه جدا اسمعها كده عشان تعرف طبيعه النفس. قال الله عز وجل قل لو انتم تملكون خزائن امريكا خزائن العالم خزائن روسيا خزائن السويد خزائن سويسرا مش كده؟ رغم ان انت لما بتتكلم عن الغناء والثراء تتكلم عن بنوك سويسرا تتكلم عن امريكا اللي هي قربت تشرب الفلسه اللي ملهاش لازمه تتكلم عن العالم الغربي المنتشر فيه الثراء والغناء صح؟ ربنا ماشي كده. وانما قال لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي. طب وهي خزائن ربنا قد ايه؟ محدش يعرف. ده السماوات اللي انت شايفها مع اتساعها وعظم حجمها والارض مع اتساعها وعظم حجمها والبحار والجبال كل ده في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى. انظر كم انفق على هذه المخلوقات منذ ان خلق السماوات والارض وكل ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. ومع ذلك لو احنا عندنا الخزائن التي لا تنفق اذا لامسكتم خشيه الانفاق. برضه هتبقى بخل. يبقى عندك الخزائن التي لا تنفق طبيعه النفس كده. طب كيف اتغلب عليها وكيف جبلت النفس على هذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل النفس البشريه تحب هذا المال بهذه الصوره عشان تبقى السلعه اللي انت بتشتريها تطبق قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى لازم تكون النفقه دي الحاجه اللي انا بحبها اقدمها بقى. قلت لك طبق الايه قل لو ان كان اباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم او عشيرتكم او اولادكم اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها. شوف انت الطبق اللي عرض لك الحاجات اللي انت بتحبها وما تستغنى عنها وهي امور الحلال. لو الامور دي كلها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تربصوا حتى ياتي الله بامره. وختم الايه بان امثال هؤلاء هم قوم فسقه لانهم خالفوا امر الله سبحانه وتعالى. يبقى انت الامر المحبب الى نفسك لما انت تتخلى عنه يبقى انت كده فعلا بتنفق في سبيل الله لانك تريد ما عند الله. ما عندكم ينفق وما عند الله باق. هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال انفق يا بلال ولا تخشى مني العرش اقلالا ما تخافش لان خزائن ربنا سبحانه وتعالى واسعه. لما قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هو ربنا افتقر معاذ الله سبحانه وتعالى. اللي يقول افتقر هم اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقدرهم الانبياء بغير حق. لكن هؤلاء مصيرهم العذاب الاليم لو قدمت ايديهم. لكن المؤمن يسمع الايات على طول يسارع. لان انا ضربت لك مثال قبل كده وقلت لك لو انا قلت لك ان في غني راجل ثاني بس ممكن يكون في اي امر عنده كده فبيقول لك ايه رايك لو تقرض فلان ده او تقرضني انا وانت عارف ان الراجل ده ثاني ده انت تتباهى انك انت هتقرض. يا خبر ابيض ده يوم المنى خد وانت بتطلع وقلبك مطمئن لانك عارف ان الراجل الثاني ده هيديك وهيعود عليك بنفع اكثر مما انفقت. ولله مثل الاعلى الله سبحانه وتعالى لما قال لك من ذا الذي يقرض الله الغني يبقى الايه كده ما تعدهاش كده ما تخليش تمر مرور الكرام. لا ده الايه تتوقف معها وتعلم ان الله هو الغني هو الذي امر. من اهم النقاط اذا ما استشعرت غلو الهمه انك تنفق سارع. لما قال الله عز وجل سارعوا سابقوا ليه؟ لان العمر مش مضمون والقلب مش مضمون. العمر مش مضمون هو فيك الملايين. القلب مش مضمون يتقلب تلاقي انت وانت قاعد كده اه خلاص
الهمة علت عندك خلاص انا واقف انا معايا 1000 ابناء قضاء كله لله زي ما سيدنا ابو بكر عمل واذا ما سئلت اقول تركت امر الله ورسوله لا اطلع 500 جنيه نص مال لو معايا كل المال كله 1000 ابناء طلع نص مال زي ما سيدنا عمر عمل لا انا هطلع كتير زي ما سيدنا عثمان عمل سارق اول ما تنوي طلع ما تطمنش الامر وما تطمنش القلب تنوي انك تطلع 500 جنيه تطلع من الباب هنا وانت ماشي الشيطان يلعب في دماغك يقول لك التنسيق داخل عليك مدارس والعيال خلاص هتطلع 400 مش مشكله اول ما تطلع الشقه انت ما جبتش الكتب والشنط والحاجات للعيال وبعدين انت ما دفعتش الايجار ولا ده خلاص هتطلع 300 نويت وانت طالع من هنا على 500 وصل 300 وانت هناك وانت نازل قلت الملحق بقى بدل ما هم كانوا 500 بقوا 300 وانت نازل من على السلم مش عارف اختك قابلتك ولا امك قابلتك قالت لك وانت مش تعزمنا السنه دي اعزمك هطلع 200 وانت ماشي بالشارع قعدت تفكر قلت هي مش الحسنة ب 10 بطلع جنيه ويبقى 10 وخلاص وصلت لنا حطيت لنا 600 جنيه وانت ناوي 500 وتقعد تفكر والشيطان عمال يقول ما هو كده الشيطان يعدكم الفقر هو يقول كده لكن كمل الايه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا عشان كده كان الكلام للايه عجيب قوي والله واسع عليه مناسب قوي للحدث اللي احنا بنكلمك عنه ان ما تدخلش من القلب ده تعرف انه هيتقلب عليك اول ما انا اطلع الدروشه اللي انا لابساها اطلع الخاتم اطلع الحلق اطلع الالف جنيه اللي معايا طلع بسرعه قبل ما قلبك يتحرك عليه من الشيطان ويتوسوس لك ما تعملش لا سارع سابق زي ما كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الصحابه وقال من يجهز جيش العسره في غزوه تبوك سيدنا عثمان قال يا رسول الله 100 ناقه باحلامها واقدامها احلامها واقدامها بالحاجه اللي شايلاها 100 انت عارف قدر ثمن الناقه قد ايه فضلا عن اللي هي شايلاه من الاموال المحموله عليها سواء كانت عينيه او ماديه 100 فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى مره اخرى قال 100 اخرى يا رسول الله حتى انفق في هذا 300 بعير 300 بعير باحلاسها واقدامها في سبيل الله فقال عنه النبي ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم شوف الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم احنا بقى قضايا المسلمين يا اخواننا عايز اذا كنا احنا رايه الجهاد بالسيف والقتال مغلقه واذا كنا احنا مش مؤهلين لكده وما تضحكش على نفسك طب نعمل ايه؟ نقف كده نقف هي قضيه فلسطين خلاص انتهت المشكلة عندنا ان كل امر نتكلم عنه ياخد وقت اتكلمنا عن الصومال في اول رمضان والصندوق لسه موجود اشتغلنا في رمضان شغل عادي وطلعنا قرابة ربع مليون جنيه وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى طيب وبعد كده انا قلت لك ان موضوع الصومال مش هينتهي حتى نسمع عنه الرخاء الذي يعود عليه الغيظ الذي ينزله الله تبارك وتعالى عليه يبقى الموضوع ما ينتهيش ايه المشكلة عندك انك تخلي من راتبك الشهر كل شهر 100 جنيه تقول اول كل شهر اطلع 100 جنيه مش هتنزل عنها ابدا احطها للصومال احطها لفلسطين اللي احنا نسينا القضيه بتاعتها وانا لسه هقول لك دلوقتي ان شاء الله عز وجل ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حارب في تبوك ليه؟ ايه العله اللي خلاها حارب؟ وشوف حالنا احنا مع قضيه فلسطين اللي احنا سبناها خلاص استسلمنا لما احنا جينا من لما سمعنا في رمضان عن اللي حصل في سينا ان ظابط اتقتل والمديين مش عارف ماتوا ولا ثلاثه عملنا ورثه وقلنا ورحنا كسرنا سور الصين العظيم اللي كان موجود قدام سفاره اسرائيل والواد الواد الحبش الهمام ده طلع جاب العالم من فوق متسلق احنا عندنا على فكره بجد بصدق بلا سخريه وبلا استهزاء عندنا من كوادرنا في شباب المسلمين ابزاز عندنا ابزاز فعلا في الفكر في القوه في الشجاعه في كل شيء اللي يخليها تسلق هذه الجدران حتى يصل ثم ياتي بهذا العالم الاسرائيلي ويضع مكان العالم المصري الغيره والحميه للدين موجوده لما يكتشفوا ان احنا عندنا بنصنع اسلحه في وقت عدم وقت غياب الامن وبنصنع رشاشات احنا متميزين اهو ده احنا عندنا طب احنا بنستورد من بره ليه لا؟ طالما عندنا وده مش مسموح شرعا يعني انا اتكلم عن شيء غير الشيء الاخر غير مسموح ان فئات البشر من الاهالي انهم يصنعوا اسلحه وده حرام شرعا لكن ايه المانع ان احنا نستخدم الكوادر دي طالما ان احنا عندنا من مكنه خراطه وشويه شغل كده بشويه لحام حديد نطلع اسلحه طب ما ده 100 فن 14 تعالى انت هو ولا عرف المصالح الحربيه ونوظفه ونطلع اسلحه ونحارب بقى وطالما ان احنا بقى متميزين في ضرب النار وعندنا قوه على النشاط وعمالين نقتل في بعض لا انا ازاي كنا في ارض المعركه
ولا قضية العراق ولا قضية أي قضية من قضايا الأمة. إحنا ليه أهملنا القضايا دي؟ رغم إنها تأكد على حمية والخبرة الموجودة عند الشعب المصري تحديدا، وأنا أحبه لأنه من بني جدتي، إلا إن الأمر فيه صورة سيئة. إيه هي الصورة السيئة؟ إن إحنا عملنا كده لما ماتنا عندنا خمسة في رمضان، وسمعنا إن هم خمسة ماتوا وهم في سبيل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب وانت ما بتسمعش كل يوم عن فلسطين بقالك كام سنه؟ بتسمع كل يوم بيموت منهم كام واحد؟ وكام بيت بيتهد؟ ومش عايزين يعلموا على الدوله الفلسطينيه كانها بقت هي المنتصره، او هم اهل فلسطين هم الذين اقتصروا الارض. نسينا القضيه دي، القضيه دي ما ينبغيش ان تموت ابدا. ان احنا نفضل نفكر كده نعمل صندوق لفلسطين ابدا الظهر. واللي يقول لك يا فلان مش هتوصل للصومال ولا مش هتوصل، يا عم طلع انت مالك؟ انت تتحرى ان المكان اللي تحط فيه يكون مرزوق فيه، تبتغي من وراء ذلك الاجر من الله سبحانه وتعالى. اعمل كده ليه تضيع نفسك؟ نشوف الصومال نفضل شغالين، نشوف فلسطين نفضل شغالين، العراق نفضل شغالين. للحديث صله بعد الجلسه اقول قولي هذا استغفر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك وابتدى بهديك وسار على ذلك إلى يوم الدين. أيها الإخوة، كما قلت قضايا الأمة تحتاج إلى الإنفاق وإلى المسارعة، بحيث يكون لكل فرد منا قدر من هذا العمل. أمر مش قاصر على الأولياء، كل بحسب طاقته. أنت تطلع درهم، غيرك يطلع 100,000 درهم بحسب حالك. المهم أن يكون لك دور، لا تبخل بنفسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني وأنتم الفقراء سبحانه وتعالى. عندنا مشاكل أيضا داخلية فضلا عن المشاكل الدولية، ولازم يكون لنا فيها دور. مشاكل داخلية الواحد بيفكر في مشاريع كتير يعملها للأمة الإسلامية، نعمل صندوق بعد كده إن شاء الله رب العالمين للتكافل الاجتماعي، للقروض الحسنة، لإقامة المشاريع، ويبقى موجود في المسجد، ودور المسجد صعب، ونصلي ونروح نتنفس علم ونروح. فين كفاءة الطالب العلمي وجد؟ مش أي طالب علم، ولازم يكون في شروط متوفرة فيه. فين المعاونة على القرض الحسن؟ ومش أي إنسان على قرض وقرض حسن. مش هنعمل زي الإمارات اللي هي شغالة دلوقتي 500 جنيه وأرضى عليهم 20 جنيه عشان يضحكوا على عقول الناس. نمنع ونقضي على قضايا الربا والفساد. إيه المنع من كده؟ نشتري عربة نقل الموتى وننقل بها موتى المسلمين بلا أي منفعة، بلا أي مال. مش خليها تجارة، نخلي كل كيلو بجنيه والكيلو مش عارف إيه، يبقى موت وخراب ديار. لما تيجي تلاقي نفسك عايز تدفن في أسوان، وأنا لا أقر أبدا أن تنقل الميت من بلدتي أو من المكان الذي مات فيه، أن تنقل الميت من مكان إلى مكان آخر، هذا لا يجوز، وإنما يدفن في أقرب مكان إليك. لماذا ينقل؟ طيب إحنا عايزين ننقله مثلا لأي مكان حتى وإن كان قريب. لما يكون هيتنقل من هنا لأسوان 800 كيلو ولا 900 كيلو، آخد منه 1000 جنيه يبقى موت وخراب ديار. خلاص ارمي الميت بقى في اي مكان، يقول لك مش عايز ادفنه. طب ليه احنا نعمل كده ليه؟ عربيه جمعت بمال المسلمين، تصلح بمال المسلمين، ينفق عليها بمال المسلمين، تستخدم لصالح المسلمين. يبقى الموضوع المساجد ده مش مصالح، مش متجاره. يبقى لما ندعو او نسعى الى اي عمل خيري ينفع الامه الاسلاميه في اي مجال، مش قاصر على مجالات الخدمات الاجتماعيه فحسب او دعايه الفقراء والمساجين بس، لا، يبقى المكان امر قائم على المستوى الاقليمي والمستوى العالمي. ويبقى الدور ده ما يقومش ابدا، وكل واحد على حسب قدره. لو هتطلع جنيه كل يوم، لو هتطلع 100 جنيه كل اخر شهر، لابد ان لا تبخل ابدا. ويبقى هذا امر مستمر. النهارده لما نكسر المسجد ده او تكسير مش عارف بكام الف، وتشيل الضباب بكام الف، انا كنت فاكر الموضوع سهل. كان اخ بيشير عليا يقول لي طالما مكتوب كده طلع كده باش، ايه رايك نهد المبنى كله ونهديه من جديد؟ فكرة كويسة، بس هو على قدر عقلي. هو قال كده ليه؟ يعني هذا جهده، هو بيظن ان الامر سهل. اذا كنا احنا لو ادينا المبنى دوت مش هنلاقي الثمن اللي ندفعه للي يهدوه. مش هقول لك للي بيديه، لو قال لك بيهد الحبه مش عارف دي قد ايه ويشيلها قد ايه علشان تشيل شباك مش عارف تدفع كام. الحمد لله امر بسيط. احنا كان معانا 25,000 جنيه، قلت ان انا هعمل لكم قصر، لكن صرفنا 15,000 ولسه ما عملناش حاجه. يعني مش محتاجين حاجه بفضل الله رب العالمين. ان شاء الله النهارده بامر الله كل اللي مطلوب منكم يعني حاجه بسيطه، يعني شويه رمله مع شويه اسمنت مع مصنعيه الرخام مع حبه الكهرباء، يعني كلها تخش لها 50-60,000 جنيه، حاجه بسيطه خالص. انتوا النهارده ان شاء الله تلموا النهارده، ويبقى من النفق. واللي عايز يتصدق بصدقه جاريه وأظن الموضوع ده هيتقفل، مش هنفضل بقى نخدع عيونكم ونقول لكم وعد. وده وعد إن إحنا أول ما نخلص
هنا المسجد هنغلق التبرع للمسجد، هنجمع تبرع لحاجة تانية ان شاء الله رب العالمين، عشان ما حدش يقول انتوا تخلصوا المسجد تشتروا لنا وتخلعوا لنا حاجه تاخد حاجه لنا. ده انا كل اللي باخده حاجات بسيطه من الموضوع ده، احسن حد يفتكر ان احنا بناخد حاجات كتير. ابدا، حاجات كلها يسيره، وربنا سبحانه وتعالى اعلم. انتوا عارفين ضيق الحال والمعيشه اللي احنا عايشين فيها. فيا اخواني لا تبخلوا، انا اذا كنت ابسط لك الامر واجعله على صوره الدعاء، لكن الواجب علينا ان كل واحد يبقى ليه دور، والدور يكون سريع وفعال فعلا في اي مشكله في اي امر في اي قضيه. نفعل دور المسجد، ما يبقاش دوره قاصر على الصلاه او دروس العلم فقط، لا، نرجعه كده زي ايام سيدنا النبي، مشاورات في الحروب والمعارك، مقابلات اهل السفر، معالجه الفقراء المرضى والمساكين، نشوف كل من هو محتاج على وجه الارض في اي مكان على مستوى العالم الاسلامي هو اخويا. ان انا اناقش مشكلته واقول له ضرب، انا قلت لك ان انا هقرب لك مثال واحد بس عشان تشوف حال المسلمين. غزوه تبوك لماذا اقيمت؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولين من عنده صلى الله عليه وسلم الى ملك الروم قيصر عظيمه، لما وصل الى ارض الشام قتل. والاصل ان الاعراف قائمه ان الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل، يعني انا ما موتش ولا سفير اسرائيلي ولا سفير امريكي، لان ده يعتبر بمثابه رسول، ده شرع. كوني اقبل او ما اقبلوش دي مساله ثانيه، كوني انا ارضى على معاهده السلام او ما ارضاش دي مساله ثانيه، لكن الرسل باي حال الاحوال لا تقتل ابدا، هو ده عرف القائم والشرع اقره. لما يرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسولين من عنده الى ملك الروم قيصر فيقتل، الروم كانت لسه بتستعد علشان تقاتل المسلمين، يبقى كل اللي حصل اثنين بس للمسلمين قتل، والروم لسه في بلدها بتستعد، لا هم دخلوا ارض المسلمين ولا قتلوا جماعه من المسلمين ولا هدموا ديار المسلمين ولا اخرجوهم من ارضهم ابدا، كل ما حصلش. سيدنا النبي اعد العيش في وقت صعب حتى يخرج اليه. لو انت افتكرت الكلام ده حطه كده على فلسطين، فلسطين ده صفها ايه؟ اثنين ماتوا ولا 2000 ولا 20000؟ فلسطين قاعده فين؟ اسرائيل قاعده فين؟ في قلب الارض المقدسه. مقدسات المسلمين بتنتهي بين الارض. اخواتنا وابناؤنا وامهاتنا ونساؤنا واباؤنا يشردون ليل نهار. الكلام ده من قديم الى اليوم الى اللحظه التي اكلمك فيها. مع ذلك لا شفنا وحده للمسلمين ولا اي دفعه ولا اي حركه. ليه؟ ليه قضايا المسلمين بتموت؟ ليه ما بنفكرش غير في نفسنا؟ ليه؟ ليه كل قضيه لو تاخد لها وقت ساعه ولا اثنين ولا يوم ولا اثنين وشكرا على كده كل واحد عايش؟ هنا تعرف دور الخلافه الاسلاميه. لو ان كل واحد منا كان هو مجرد امير على اي مصر من الامصار، امير على مصر، امير على الاردن، وكل ده مرشوع للخلافه وصف الخلافه الاسلاميه، ما كنتش تلاقي اللي بيحصل ده. كان كله هيفكر ازاي يساعد العراق في محاربه الشيعه والوقوف بجوار اهل السنه، في الوقوف بجوار اخواننا في الصومال حتى لو هناخدهم الى ديار المسلمين في اي مكان، ارض فيها قحط، خلاص ننقلهم. والامر ما كان يقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على العمل كما تحب وترضى، اللهم أعنا على أعمال تحبها وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، فرج عن إخواننا في الصومال، وفرج عن إخواننا في فلسطين، وفرج عن إخواننا في كل مكان، واسترنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأهد نساءنا ونساء المسلمين، ورب لنا أولادنا، واشف أمراض المسلمين، واقض الدين عن المدينين. وولي على هذه الأمة من يقيم فينا شرعك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.